يا جماعة، فيلم الخروف الفقير ضد الرجل الشرير، هو ده الغني يعني. يبقى متنسوش على اللايك عشان نوصل، ولايك واشتراك في القناة عشان نوصل يا جماعة، عشان تكون مشترك وده احتفال زي ما بقى احتفال ولا احتفال مين والله يا جماعة. طبعا يا جماعة هو ده السرير الجامد اللي معرفش ايه اسمته يا جماعة. بصراحة أنا عايز أكل، هروح يا جماعة والله هاكل حسب. طب أنا عايز يا جماعة تعمل الاشتاي بقى، وأنا جيلي كل اللي اسمه أربعة والله. يا عم انا معيش حاجة يا عم، تعال حصل مش عارف هعمل ايه منك انت. بص بقى، هيك غلط عليك يا اما اقتلك يا عم خلال اسبوع يا عم. معيش حاجة يا عم، امشي يا عم، مش عارف امشي يا عم بقى. ايش كده شفنا؟ لا 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 بقى شوية طيب انت اللي بيحصل لازم كم كده؟ سبعة بقى أصلا كده، أو سبعة يعني كده 22. كمان 16 من غير ما حد 25
معلش يا جماعة تعبان شوية بس عشان حد يسمع ان انا تعبان. لا يا جماعة انا مش حاجة يا جماعة. بصوا انا نزلت في الفيديوهات الاشهر كده يا جماعة شهر لكم ان انا معتل حتى عشان انا كان القناة كده كان في حاجات مشكلة في اليوتيوب فقعدت شهر كمان عشان اعرف اعملها. كان امر صعب اوي. كنت لو كان عندك قناة تتمسح كان قناتك جوجل بيقول لك انت قناتك هتتمسح بعد كام شهر كام يوم. تمام يلا هو تعالي مش عارف الاسبوع يا جماعة خلاص خلص. انا مش عارف وقت المفروض انه جاي هاي احنا دلوقتي في الصبح حشب انا ده هو ده حاجه كده يا بنت حشب البيع حشب البيع حشب البيع حشب البيع حشب البيع ايه يا عم حاج انت حشب البيع شايف خشب البيع هو الخشب خشبة بتردية طب استنى يا جماعة يا جماعة انا بحاول اصور شفتين محللتين يا عم مش فاهمة معايا محللتين ولا لا استنى بقى شكلك عايز تتهز قد بقى بس انتهي الفيديو ده علشان عشان هو تبعتني جامعة ايش هو فقرة عشان نجيب ننتقل منه يلا خد يا ابني انا معيش بلوك يا ابني انا معيش بكات انت مش ما بعي بكات انا
خلاص معاك معايا 28 كتير. خلاص كده اوكي كما يكون انتهينا للفيديو. تعالى تعالى يا عم الحاج انت شوف داس وانا مفيش فرق بين الفقير ولا غني والداس ولا مفيش فرق بين الفقير والغني. وانت تصوص توصل للفيديو ده 200 لايك. لو وصلت 200 لايك هنعمل جزء تاني. نعمل جزء تاني من الخروف الطيب ضد الراجل الشرير. ومع السلامة. It's caught in the crossfire.